Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Salam alaikum. Au vu de cette nouvelle épreuve que traverse l'humanité, nous allons consacrer un moment de dhikr, prière et méditation, avec comme intention de voir tous les conflits actuels s'apaiser et qu'ils soient remplacés par la nécessaire réconciliation et le vivre ensemble en paix. Nous vous invitons toutes et tous à joindre votre énergie spirituelle, votre hima, à l'énergie de la paix et au pouvoir de l'amour, cela en connexion avec nos frères et sœurs, disciples de la voix Sophie, Alaouya Darqaouya Shadilia de la Zaouya mère de Boustaganem en Algérie, en vous souhaitant une excellente soirée de dhikr. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani, akhawati, asdiqaina al-a'izza. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته تشملكم في مواجهة هذه المحنة التي تمر بها البشرية سنخصص هذا المساء لحظات من الذكر بنية صادقة لتهدئة وإيقاف جمع النزاعات الحالية واستبدالها بالمصالحة الضرورية والعيش معا في سلام ندعوكم جميعا برفع همتكم أثناء وقت الذكر حيث ننادي ونناجي طاقة السلام وقوة المحبة وهذا بمشاركتنا مع إخواننا وأخواتنا مريدي ومريدات الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية بالزاوية الأم من مستغانم في الجزائر متمنيين لكم أمسية ذكر طيبة فعلى بركة الله. حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف 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 اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وأبقيت بحولك وقوتك لا إله إلا أنت أرني عجائب صنع لطفك وقوتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا لطيف في الأزل يا حي لم تزل أنت اللطيف في الأزل ارضف بنا فيما نزل بحرمة القرآن وعلى من نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا لطيف 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 يا يا لطيف يا لطيف
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
Yeah.
Allah, Allah, Allah.
Thank you.